من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ حقيقة لقد كانت الحلقة الماضية غاية في التأثير في قضية الإقبال على الله بالإفلاس المحض والافتقار الصرف، وختمت بجملة هي من أروع ما كتب، أن أقرب طريق للوصول إلى الله التعبد، وأن أغلظ حجاب بين العبد وبين الله الدعوة والادعاء والدعاوى. أستكمل فيقول ابن القيم عليه رحمة الله: وهذا كتاب الوابل الصيب، الوابل الصيب من الكلم الطيب. برنامجنا الكلم الطيب، هذه الحلقة الخامسة منه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في هذا الكتاب: والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها. العبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام. عبادتك لله مبنية على هذين الأصلين، عمودين اثنين، ركنين اثنين، أصلين اثنين لا يفرق بينهم. حب كامل وذل تام. سبحان الملك. حب كامل. كتير قلت القصة دي، أن الله جل جلاله غيور لا يقبل معه أحدا أبدا ولا ذرة. قلت إنك أنت لازم تحب ربنا بكل قلبك، كله من أوله لآخره، بحيث يستوعب حب الله كل قلبك على الحب، حتى لا يستطيع قلبك أن يحب أحدا غير الله. قل لي، يعني ما أحبش أبويا وأمي؟ يعني ما أحبش مراتي وولادي؟ يعني ما أحبش الأكل والشرب؟ يعني ما أحبش أن أنا أتفسح وألبس كويس وأحب الروائح الطيبة؟ قل كل ده يبقى لله. فهمت الأصل ده؟ إنك تحب ربنا والحب كله، وبعدين إذا حبيت حاجة يبقى الحاجة دي تحبها لله، الحاجة دي تحبها عشان بتوصلك لله، الحاجة دي بتحبها عشان ربنا بيحبها،
الحاجة دي بتحبها عشان ربنا أمرك بحبها، فأنا بحب أبويا وأمي لأن الله أمرني بحبهما، بحب زوجتي وولادي لأنهم بيساعدوني على الوصول إلى الله عز وجل لأنهم من الله، بحب الطيبات عشان بتعيني على الوصول إلى الله. لكن الأصل حب الله وحده، حب كامل. اثنين، ذل تام. قريت حديث خلى فعلا جسمي اتنفض، وان كانت الحتة دي اسنادها في ضعف لكن اصل الحديث صحيح، ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي خير بقاع الارض؟ قال لا ادري. قال وما هي شر بقاع الارض؟ قال لا ادري. فلما جاءه جبريل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما خير بقاع الأرض؟ قال جبريل لا أدري. قال وما شر بقاع الأرض؟ قال لا أدري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل سر ربك. فانتفض جبريل انتفاضة، كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصعق منها، وقال جبريل أنا لا أسأله عن شيء. قال له أنا ما أقدرش أسأل ربنا، أنا لا أسأله عن شيء. هي دي الذل التام. عشان كده يذكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به فرقى حتى صار قاب قوسين أو أدنى، التفت فإذا جبريل مثل الحلس البالي من خشية الله، منطرح على الأرض مثل الحلس البالي من خشية الله، ذل تام، حب كامل وذل تام. ابن القيم بيقول ايه؟ ومنشأ هذين الاصلين عن ذينك الاصلين المتقدمين، وهما مشاهدة المنة تورث الحب الكامل، ومطالعة عيب النفس والعمل تورث الذل التام. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر به عدوه. إذا أنت مشيت لربنا جل جلاله على الأصلين دول، يبقى تأكد تماما إن الشيطان مش هيقدر يطولك ولا يطول منك حاجة ولا يوصل لك ولا يوصل معاك لحاجة، ما يقدرش بقى، خلاص خلصنا. عندك حب كامل وذل تام، لم يظفر به عدوه إلا على غرة وغيلة، وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته. سبحان الملك جل جلال الله، اللهم أنعشنا واجبرنا، اللهم أنعش قلوبنا واجبرها، اللهم تداركنا برحمتك والطب بنا، اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك وأنت أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من عبادك المرحومين، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. آمين. إخوتي أنا أحبكم في الله. إذا الإنسان سار على هذين الأصلين، مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل، إذا سار على الأصلين دول بيثمروا
حب كامل وذل تام لا يدركه الشيطان، وإن أدركه فإن الله يتداركه وينعشه ويجبره ويرحمه. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فصل. وإنما يستقيم له هذا. طب أعملها إزاي؟ أجيبها إزاي الحتة دي اللي هي إيه؟ اللي هي مشاهدة مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل، اللي هي الحب الكامل والذل التام. إزاي؟ قال: وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه. لحاجتين برضو، أن يستقيم القلب وتستقيم الجوارح. قال: ثم إن استقامة القلب بشيئين، هما حاجتين، مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل. الحاجتين دول هيثمروا حاجتين: حب كامل وذل تام. نعملهم ازاي؟ بحاجتين: استقامة القلب واستقامة الجوارح. يعني ايه استقامة القلب؟ استقامة القلب بحاجتين، استقامة القلب بشيئين. اولا ان تكون محبة الله تتقدم عنده على جميع المحاب. احنا قلنا قبل كده ان توحيد المحبة، الله جل جلاله قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. شرك المحبة أن تحب أحدا أو تحب شيئا كحبك لله. الموحد في توحيد الحب يقوم على ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل محبة. الواحد نفسه يعملها مع أولاده، نفسه يعملها مع متربين يربون تربية صحيحة، تربية إيمانية صحيحة. إن يخلي قلبه على الفطرة، أول حب يدخله ويغمره ويستولي عليه هو حب الله، بحيث ان هو يعني انا نفسي اربي طفل من سن سنتين، ثلاث سنين بدأ ينطق، اربع سنين يقف على رجليه، خمس سنين يبدأ يفهم، ست سنين يبدأ يتعلم، انه ما يعرفش حاجة عن الحب ابدا الا حب الله، عشان اقدر اقول اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. اتاني هواها ان يجيله حب ربنا قبل ما يعرف اي هوى تاني، فصادف قلبا خاليا. قلب ما عرفش الحب ولا عرف حد قبل ربنا، ما عرفش، ما يعرفش ابوه وامه، ما يعرفش الا ربنا، فيتمكن حب الله من قلبه ويستولي حب الله على قلبه ويستغرق حب الله كل قلبه فلا يحب إلا الله.
نفسي ان دي تتعمل صح. الشرط الاول في الحب ان تسبق محبة الله الى قلبك كل محبة. 2 ان تقهر محبة الله في قلبك كل محبة، فتصبح جميع المحاب وجميع المحبوبات في قلبك مقهورة لمحبة الله. قلنا ازاي دي؟ ان الانسان يبقى عايش في الدنيا ولو احب اي حاجة في الدنيا يصبح الحاجة اللي حبها دي مقهورة لمحبة الله. مقهورة يعني محبة الله عز وجل هي العظيمة الكبيرة في القلب، وكل المحاب مقهورة لمحبة الله. 3 أن تكون جميع المحاب وجميع المحبوبات في القلب نابعة من محبة الله وتابعة لمحبة الله. دي توحيد التوحيد في المحبة. يقول ابن القيم إن مطالعة المنة وشهادة عيب النفس والعمل تثمر حب كامل وذل تام. كيف؟ باستقامة القلب والجوارح. استقامة القلب كيف؟ 1 أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب. فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فرتب على ذلك مقتضى. يبقى الإنسان ساعة ما يجي يحصل أي نوع من أنواع التعارض، إنه يحب ربنا وهيجي حد تاني، لا هو ربنا وبس. ابن القيم بيقول إيه؟ ما أسهل هذا بالدعوة وما أصعبه بالفعل، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وما أكثر ما يقدم